تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله،
في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 55 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع نجد كتاب الله يعود إلى فتح باب الأمل والرجاء في وجه فريق من المهاجرين كانوا يعانون بعض القلق النفسي من مقاطعة أهلهم وعشيرتهم الذين لا زالوا على شركهم بمكة. فبعدما أمرهم الله تعالى بعداوة المشركين والبراءة منهم ولو كانوا من ذوي الأرحام ومن أقرب الأقربين إسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي تبرأ من نفس أبيه على حد قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أشارت الآيات الكريمة إلى أن الأمل في إنقاذ المشركين لم ينقطع، وإلى أن الرجاء لا يزال معقودا على هداية الله لهم الحق، فهو سبحانه قادر على أن يشرح صدورهم للإيمان، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يدخلهم تحت طاعة الإسلام فيعملوا تحت لوائه. وإذ ذاك يجمع الله شمل الجميع في ظل الدين الحنيف، ولا يبقى حينئذ أي مبرر لعداوتهم ولا للبراءة منهم، بل تصبح مودتهم واجبة بمقتضى رابطة العقيدة الإسلامية التي تجمع الجميع، إذ هي أقوى رابطة بين المسلمين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في مطلع هذا الربع: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية في معاملة المسلمين لغيرهم من أهل الملل الأخرى، ألا وهي معاداة من اعتدى على المسلمين أو تضامن مع المعتدي عليهم، ومسالمة من لم يعتدي على المسلمين ولم يتضامن مع المعتدي عليهم. ويعتبر معتديا على المسلمين كل من قام باعتداء على ديارهم بعدما سالمهم، أو خان عهدهم بعدما عاهدهم، أو حال بينهم وبين أن ينشروا عقيدتهم، أو منعهم من أن يطبقوا شريعتهم ويمارسوا شعائرهم. وإلى هذه القاعدة الأساسية في الإسلام يشير قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والآن فلنتحدث عن آية الامتحان التي بها سميت هذه السورة المدنية الكريمة سورة الممتحنة. لقد تضمن صلح الحديبية الذي انعقد بين المسلمين وكفار قريش قبل فتح مكة بسنتين فقرة فيها شيء من الغموض، يقول نصها ما ياتي على أنه لا ياتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بأسفل المدينة الحديبية عقب عقد الصلح بينه وبين قريش، أقبل عليه نساء مسلمات ممن كن مقيمات بمكة يرغبن في مفارقة أزواجهن المشركين ويطلبن الهجرة إلى المدينة مع إخوانهن المسلمين. فأنزل الله على نبيه
آية الامتحان، وأمره أن يرد إلى الأزواج المشركين صداق زوجاتهم المسلمات اللاتي فارقنهم وأردن الهجرة مع رسول الله إلى المدينة، كما أمر المشركين بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا صداقها إلى زوجها المسلم. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي أن المسلمات من الآن فصاعدا أصبحن حراما على المشركين، والمشركين أصبحوا حراما على المسلمات. وآتوهم ما أنفقوا، أي ادفعوا إلى المشركين الذين كانوا أزواجا للمسلمات المهاجرات، ادفعوا إليهم ما أنفقوه عليهن من الأصدقة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا أعطيتم أيها المسلمون لأولئك المسلمات المهاجرات المفارقات لأزواجهن المشركين، إذا أعطيتم لهن أصدقتهن فلا حرج عليكم في التزوج بهن بعد انقضاء عدتهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي حرام عليكم أيها المسلمون أن تتزوجوا بالمشركات من الآن فصاعدا، كما أن استمرار زواجكم بالمشركات اللاتي سبق تزوجكم بهن أصبح حراما. وهذه دعوة صريحة إلى فراقهن. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي طالبوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن ذهبن إليهم بمحض اختيارهن حسب صلح الحديبية، كما أن للمشركين أن يطالبوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم اللاتي هاجرن مع المسلمين، وهذه المطالبة تقوم على أساس المعاملة بالمثل. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي هو حكم الله يحكم به في صلح الحديبية، وهذا الحكم يقضي باستثناء النساء المسلمات اللاتي فارقن أزواجهن المشركين للهجرة مع المسلمين. والاستثناء واقع من نص الفقرة التي تقول على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فلا رد للمسلمات بعد الآن إلى أزواجهن المشركين طبقا لحكم القرآن. قال ابن كثير: فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة على ذلك، والله عليم حكيم. أما الطريقة التي كان يتم بها امتحان المؤمنات المهاجرات اللاتي يفارقن أزواجهن من المشركين رغبة في الهجرة مع المسلمين، فهي فيما وصفه قتادة أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلن ذلك قبل منهن. وفيما وصفه عكرمة يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فإذا قالت ذلك قبل منها. وتحدث كتاب الله بعد ذلك عن حالة ما إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين أي عهد خاص،
وذهبت امرأة من المسلمين إلى المشركين ولم يرد المشرك الذي تزوجها إلى زوجها المسلم السابق ما كان قد دفعه المسلم إليها من صداق. فها هنا يعاملهم المسلمون بالمثل، بحيث إذا جاءتهم امرأة من المشركين لا يدفعون إلى زوجها المشرك أي شيء حتى يدفع المشركون للمسلمين صداق المرأة المسلمة التي ذهبت إليهم من قبل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى مخاطبا للمؤمنين: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال الزهري في بيان سبب نزول هذه الآية: إن المؤمنين أقروا بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، لكن المشركين أبوا أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. فقال الله تعالى للمؤمنين: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى آخر الآية. وعقب كتاب الله على هذه الأحكام الفاصلة والعادلة في آن واحد بما يفيد وجوب تطبيقها والعمل بها دون تردد، فقال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وبمناسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار الشرك والالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة وما نص عليه كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهن إلى الهجرة، جاء كتاب الله بآية المبايعة التي تحدد شروط البيعة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بهذه الآية من هاجر إليه من المؤمنات. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري في الصحيح. وإلى هذه المبايعة وشروطها يشير قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى في ختام شروط البيعة: ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك في أمر تامرهن به إذا كان معروفا وفيما نهيتهن عنه من منكر. قال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف، والمعروف طاعة. ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد، فهو يستلزم بالأصالة طاعة الرعية لإمامها، ويستلزم بالتبع استجابة الإمام لرغبة رعيته فيما يأتمران به معا من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول الملة وشعائر الدين. فالإمام المسلم والأمة المسلمة إنما ينظمان علاقاتهما بمقتضى شريعة الله
إذ لا حكم عليهما لسواه، ومصدر السلطات الوحيد بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول، وإمام المسلمين نائب عنهم في حراسته والحفاظ عليه. فإذا عرض لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكما شرعيا يوافق ما جاء به الرسول. وفي مثل هذا السياق استدل كثير من الناس بقوله تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيحملون هذه الآية على معنى أنه مهما أمركم الرسول بأمر فافعلوه، ومهما نهاكم عن أمر فاجتنبوه، كما فسرها ابن كثير اعتمادا على تأويل عبد الله بن مسعود. بينما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع توزيع الفيء الذي أفاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني النضير، كما رأينا في سورة الحشر وما حصل من تأثر عند بعض الأنصار بعدما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيء على فقراء المهاجرين، فعاتب الله من تأثر منهم من ذلك التوزيع، وأمرهم بقبول أي نصيب يعطيه لهم الرسول من الفيء إن أعطاهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: وما آتاكم، أي أعطاكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي خذوا ما أعطاكم. كما أمرهم بعدم مطالبة الرسول بالفيء إن لم يعطهم شيئا، وهذا هو معنى وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ الإمام مفوض في توزيع الفيء تمام تفويض، وذلك قطعا لكل نزاع في هذا الشان. وإلى مثل هذا المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة التوبة براءة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي ما أعطاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومن هنا ننتقل إلى سورة الصف المدنية، حيث تبتدئ بتسبيح الله وتنزيهه على لسان العالم العلوي والعالم السفلي: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يتجه الخطاب إلى فريق من المؤمنين يعدون ولا يفون بوعدهم ويقولون ولا يلتزمون بقولهم، فينكر عليهم كتاب الله هذا الموقف المتناقض: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبينت الآيات الكريمة بشأن أولئك الذين كانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله قبل أن يفرض عليهم أن الوقت قد حان لتحقيق أمنيتهم، فما عليهم إلا أن يبادروا ويستعدوا للتضحية والفداء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم أشار كتاب الله إلى موسى وعيسى عليهم السلام ووقوف قومهما منهما موقف الزيغ والعناد: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسجل كتاب الله بشارة عيسى لبني إسرائيل برسول يأتي من بعده
وبكون هذا الرسول سيحمل اسم أحمد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما تحدثت الآيات الكريمة نفسها عن الهدى ودين الحق المرسل بهما إلى العالمين. ووجه كتاب الله الدعوة إلى المؤمنين ليكونوا أنصارا لله كما كان حواري عيسى أنصارا لله، وأمرهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم على ذلك بالفوز العظيم وبنصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وختم هذا الربع بوعد من الله لا يتخلف عما سيؤول إليه أمر الإسلام والمسلمين من الظهور والانتشار، إذ قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.